محمد هنيدي النهارده منورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده، تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا، اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج، كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور، فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي، هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره، بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا بجزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل؟ ان شاء الله. اشمعنى؟ مسلسل هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي براح يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير، احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم، هو كان جريء شويه، جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبت الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، بنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي، الحقيقه يا جماعه حقيقي جامد. شكرا ميرسي، برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج وائل احسان، اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي إيه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا، كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما أنا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهاردة، والعرض الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. بشكر جدا المخرج وائل إحسان، واستنونا أكيد وعروض خاصة تانية، عروض خاصة جدا جدا. والنهاردة كنا مع فيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. اضرب يا اضرب اضرب اضرب، كسر الفقرات، كسر الفقرات، انا بحبك يا اخويا، بحبك يا اخويا، انزل على رقبته، انزل على رقبته. اضرب يا مفيش استسلام، اخلص اشتغل هات ملبس اشتغل بقولك اتصرعاله دمره، مش عايزه يمشي تاني، قول له سامحني يا اخويا. ايوه يا عم سامحني يا اخويا، ما تسامحوش. يا ايه رايك في ولادي؟ دول هيموتوا بعض الستين ده، هيموتوا بعض، وامهم اصلا ماتت، وناوي ابدا حياتي من جديد. عندي حته كده قرتين على المريطيه، بس ايه، بعد ما يردموا الترعه هيبقى في براح والقعده ان شاء الله في البلكونه. ما تيجي نقعد في الكافيتيريا شويه. هو انت مستر اندرتيكر؟ اندرتيكر؟ لا انا ابن خالته للامانه يعني، بس توأم، نفس الشعر ونفس البرنيطه. ايه رايك؟ تعالي نلحق الليمون في الكافيتيريا. اقتلوا بعض يا كلاب. يلا يا حلو، سيبك من الكلام الفاضي ده. ماتش ايه ونيله ايه؟ يا ابني كان بودي اذبحكوا بايدي، بس حظكوا حلو. اكتر شيء بيسعدني في حياتي بكاكم. ابكوا بس خلاص، انا جامعكم النهارده عشان امر هام. انا حاسس ان ايامي قربت، واسطوره اندرتيكت خلاص هتنكسر. بصراحه انا مخبي حاجه عنكم من زمان، سر، بس لازم اتكلم فيه خلاص، مفيش وقت. لحسن اموت فجأة والسر اللي لا هيطلع وتورثوني. بابا، هو احنا كمان مش هنورثك؟ مش هتورثوني. وتورثوني ليه؟ ده انت عبال ما تقول فين المراز بتاعي تكون الفلوس خلصت. اتنايل واسكت يا اهبل يا ابن الهبلة. وانا جايبها كلها صح وقانوني و100 100. انا جايب عم سيد السلموني الميكانيكي بتاعي خطه 100 100، هيكتب كل حاجة، كل حاجة قدام عينيكم. يا عم سيد، تعالى يا عم سيد، يلا عمكم سيد، ولا عايز كل حاجه اقولها لك. ميكانيكي؟ انت ناوي على ايه يا حنوتي؟ انا ناوي ان الطريقه اللي هتصرف بيها في مراسي تبقى على الملا، مش عايز اضحك على حد. هاتوه. بصفتي
ان انا محدش يتدخل في حياتي، محدش ليه دعوه بيا. اقر انا الحاج الخلفاوي المشهور باندر تيكت ان انا عندي ثروه تقدر ب 80 مليون دولار مصري لا غير. بصوا التقسيمه بقى، بصوا التقسيمه. هكتب 20 مليون دولار لاخويا وحبيبي الحاج عز المنوفي بتاع الكبده اللي في شارع ايران. عز المنوفي يا ولدي. اه عز المنوفي يا حبيبي. ايه ده انتوا لحم كتافكم من خيره، نسيت نص كبده يا عم عز، نص سجق يا عم عز، حته فلفل، ولا بتنسوا تاكلوا وتنكروا الدهن اللي في جتكم ده من عمكم عز؟ اكتب يا عم سيد. حاضر يا استاذ. وعشرين مليون دولار اكتبهم لاصدقائي اللي على الفيسبوك. فيسبوك يا بابا اندر. اه يا بابا اندر على الفيسبوك. انا اخر 5 سنين اللي فاتوا قضيت احلى ايام مع جروب ظريف على الفيسبوك اسمه اللهم صل على النبي. اهرش في كوعي وامسح لي دموعي، وناس عشرتهم وعشروني، يبقى من حقهم ياخدوا من ثروتي. اكتب يا جدع عندي كده كتير قوي، انا هيغمى عليا. يلا غور في 60 ده، يلا ليته كان من زمان. 20 مليون دولار تاني هكتبهم لشركة نادية دراي كلين اللي في شارع مصدق. بابا ايه؟ انت اكيد مش طبيعي. ما انا عارف ان انا مش طبيعي، عارف ان انا راجل فز. يا اللي بتهت هبل يا ابن الهبلة، امك كانت هبلة لا بتعرف تغسل ولا تكوي، ونادية دراي كلين هي اللي شالتني العمر اللي فات. تنايل تنايل. يبقى فاضل كام؟ 20 مليون دولار يا استاذ. 20 مليون دولار الأخيرة أنا هكتبهم للخدامين والطباخين اللي خدموني طول عمرهم في البيت، ولا أقول لك؟ لا بلاش، كانوا بيكرهوني، كانوا هيسموني أكتر من مرة. ال 20 مليون دولار حلال عليك أبو السيد. ربنا يكرمك يا أستاذ. يلا وسع الورشة وظبط عيالك ومصيف وجمصة وجوك. انبسط. جاهزين؟ جاهزين. شعري 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 بيدق. شعري يا ولاد. بابا شعري شعري شعري. واخدني على فين؟ انت هتاكلوني بعد ما اموت ولا ايه؟ ظهر يا ولادي ان خلاص لحظه النهايه قربت. انا عايز اقول لكم اللي اي اب بيقوله لاولاده في اخر لحظه علشان يفرحهم، انا هموت ومش راضي على ولا واحد فيكم، وباذن الله وانا راجل في شده وربنا هيقبل مني، نهايتكم اسود من بعض. ده اسمك ايه يا قاط؟ اوتيستا يا بابا. وانت يا قاط؟ شيموس. شيموس دول اصحابكم؟ دول اخواتنا. بخرف يعني هموت، فهموها طالما ابتديت اخرف. بابا ولدي اخيرا. بابا ما 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 خلاص بقى يا ابني، انت مزهقني في موتي وفي حياتي، الله يخرب بيتك. اخوان اليافطه اللي بتتعلم، الواحد ما بقاش فاهم حاجات كتير بتحصل في الحته. ورده للصنف النضيف، في محلات بتفتح في الحته من غير ما نعرف جهازه ليه، بس هنعرف هنعرف. بقول لك ايه يا عم الاسطى؟ ايوه معلم. الف مبروك يا سيدي. هلا بتاع مين المحل ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. معلمه ورده؟ وفي معلمه اسمها ورده من غير ما نعرف؟ ورده مين يا ابني؟ معلمه ورده يا معلم. مين المعلمه ورده؟ خدامتك يا معلم. بنت ورده الخدامه اللي عندي؟ الله الله الله. والشماعه اللي معاها؟ مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. يبقى انا عليه شماعه معتبره، انا باني عليه شماعه وابوه شماعه وعيلته شماعات. حلو. البت برضه وقعت واقفه شكلها، وهي فين المعلمه؟ مأنتاخه فوق شويه. خليها مأنتاخه، مش شاكلين اصلا. تعال شب شاي. الله يخليك يا معلم. هاخد لك مارينا خشب. الله يخليك يا معلم. الله يبارك لك. معلمه ورده والشماعه. اما نشوف، ما هو الشماعات كتير دلوقتي. عيال ملهاش رجاله تربيها. دستور. الله، ده الكلام صحيح بقى. انا قلت الواد الصنايعي بيخرف، وقلت هطلع على ورده كده ولا ورده كده. ده طلعت البنت ورده الخدامه اللي كانت بتشتغل عندي. سبحان العاطي الوهاب. سفره بعد ما كنت بتزغرطوا انت واهلك على الطبليه، وستاير وقيمه. الله 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 الله. جرى ايه يا ورده؟
من عند كله. انت مالك يا عقاد؟ في ايه؟ دخل علينا بالحنجل والمنجل كده يا عقاد؟ قلتيها يا وردة؟ انا المعلم ابراهيم العقاد يا بنت. اوعي العين ما تعلاش على الحاجب يا وردة. اسكت، مش دلوقتي بقت تعلى وتعلى وتعلى لحد ما وصلت للقيمة. والنبي طبعا، ما كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عملك الهلومة دي. معلش نسينا نتعرف عليه، وجابلك ايه تاني اللي فندي؟ ما بلاش يا عقاد. مفيش بلاش، لازم اعرف جابلك ايه يا وردة. دكانة وشقة. وردة 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 وحشتيني يا وردة. رياض اللي جابك البيت النجس اللي بيطلعك هنا، انزل على المغلق كلمتين مع الكلبة ديت وهجيلك. يلا تعالى تعالى. انت عايزه يسيب بيته ويروح على فين يا عقاد؟ بيته؟ لو انت مشمش، انت ميشو البقف ابن البقف، انت ميشو الشماعة الناطع ابن الناطع. ليه ميشو؟ ده انا منبهك، قلت لك خلي بالك وحذرتك، مالكش دعوه بظباط المباحث ولا المرشدين، دي اخرتها. ليه يا ابني؟ انا عملت فيكوا ايه يا ابني؟ انا شقيت عليكوا وربيتكوا بالحلال. انت ميشو؟ ايوه يابا القلب وما يريد. انت عارف ان ورده احسن واحده بتعمل بيتزا في المنطقه. بيتزا؟ طول عمرك عيال في كرسي بتجري ورا بطنك، تبيع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا، ولا عشان لبست لك الاحمر والاصفر وبلافيتك يا انطاره؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك فيه. وطبعا جبت لها الدكانه والبيت بفلوس النقط اللي قاعد قدامك، وطبعا اكيد حطيتها على الاستيتيوس اللي حطيتنا انا وامك وعمتك عنايات عليه. لا ما تقلقش، خليته شالني من عليه، اصلي لقيته بيئه ولامم، خليته عمل لي هاشتاج على تويتر عجبتني قوي الحمامه. والهاشتاج ده مش كانت اختك اولى بيه بعد ما جوزها دخل السجن يا ميشو؟ ضحيت بعيلتك كل. مالك يابا؟ في ايه؟ وايه اللي جاب البحر هنا يا ميشو؟ بحر؟ مالك يابا؟ ساتر يا رب. كسرتني اختك، كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال يا ميشو. طب تعالى انا بجبسك. هيك 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 اقول فيها هيك. ايه هبا جالي الشلال الرعاش يا ميشو؟ يابا بتفقر ليه كده؟ جالي الشلال الرعاش يا ميشو. ابوك بقى عبيد يا ميشو. وايه اللي عبطك؟ ابني هديت ابوك يا ميشو، ابراهيم العقاد اللي كان شنبه بيهد الدنيا. راحت عليك يا شنب. كله اللي شنبك يابا راحت عليك. ايه؟ مسك الشنب يا ميشو. ايه؟ يابا ما قلت له بلاش يا عقاد. هو فين؟ مش عارف، احنا بقالنا 3 سنين بنسأل هو فين لحد ما نسيت احنا بنسأل عن ايه. كده القرصان هيبهدلنا، ده ممكن يموتنا. لا بس في سؤال ممكن يخليها تجاوب. ايه هو؟ هو فين؟ هو مين؟ هو فين؟ هو ليه؟ هو فين؟ هو فين؟ هو دي مضايقاني قوي، مش عارف ابرق. اعترفت سونسون؟ يعني ايه؟ ما اعترفتش طبعا. وهتعترف ازاي؟ ازاي؟ ما انا معايا 2 نسوان، لو معايا رجاله كانت هتعترف، لكن انتوا بقالكم 3 سنين بتستجوبوها. طبعا هتعصبوا لي بقى بقى بقى. اوف هات. عارف انا بسكر اوفر كده ليه؟ عشان اغيب عن الوعي. ريموت التلفزيون فين يا بت؟ وديت الريموت فين يا بت؟ اه صحيح، ما انت في بلاستر، هتتكلمي ازاي؟ طبعا طبعا، ما انا معايا جزء اغبيه بتستجوبوها وحاطين لها بلاستر. يا جدعان ايه يا جدعان؟
يا جدعان رعوني بقى، ده انا بدفع فلوس ومهدد نفسي في الاخطار اللي في البحار وقرصان ونيل. الله يخ... ماشي ماشي، وديت الريموت فين يا بنت؟ اكلمك ادي حجتك اهي. فين الريموت؟ ما خلاص السبيل مش بتلك الزفت. فين يا بنت الريموت؟ في الليفينج. فين؟ في الليفينج. بقول لك في الليفينج. فين في الليفينج؟ تحت الكليم عند الليب. الكليم عند الليب. عند الليب. انت جبتها منين دي؟ الحلوه منين؟ من السافت. في حاجه؟ اجدع ناس سافت وناس سافت. ثانيه واحده. ما ايه؟ ما قالك شلت البلاستر؟ قالت في الليفينج، مش محتاجه مجهود صح؟ انا في حاجه كده نفسي اعملها وانتوا حسيتوها. خايفين انتوا؟ خايفين صح؟ معلش معلش سكو مرقص. ما بفهمش كلام. ايه الاوفر ده؟ انضربت بصاروخ. ايه يا عم ده؟ معلش مش هتفرق. بقعد ولا اقول لك سلامت. قتلتهم كلهم. لبستي الركاله. اسمع الله عليك. ياه يا قمر. الله يخليهم. اتك على الصبر وانا اروق. ايه ده ايه ده؟ ده انت فهمتيني غلط خالص. ده انت طلعتي مراهقه. انا راجل ما بركزش في شهواتي. انا عايز الريموت وخلاص. فين الريموت؟ لفتك. يا لهوي يا لهوي يا فضحتي. جربي يا بنت وانا اغتصبك. بقول لك هقتلك. عارفه ليه؟ عشان اتفرج بالريموت لوحدي في الليفينج. اي بقول لك ايه؟ بقول لك ايه يا بت؟ الريموت الصغير بتاع الدش معاك؟ اه اوكي. طيب ماما شكرين قوي. هات هات بق. انا مش لسه ضربك طلقتين، انت هتستظرف. مساء الخير ابو جمانه. ايه ده؟ انا رجلي الخشب منمله ليه كده؟ في الليفينج تحت الكليم عند جلاب. 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 يا اخويا بطل السبيرتو اللي بتشربه ده، هيتموت. الريموت يا فوزي. الريموت يا فوزي بتاع ماما. لازم اجيب الريموت بتاع ماما. لازم اجيب ريموت ماما. قومي افتح الباب. مساء الخير. انا ممكن اسال حضرتك شويه اسئله؟ معلش خديني على قد عشان انا هتجنن. خديني على قد عقلي. انت عندك سجاده؟ عندك سجاده في البيت؟ لا عندي كليم. عندك ايه؟ كليم. قوليها بصوت عالي. عندي كليم. وعندك ايه من الاجهزه والالكترونيات خاصه بيكي؟ ده سؤال برضو؟ اه. عندي لاب. هو ده الكليم واللاب. تعالي قفشتها لك يا اللي قاعد. انت بتشرب ايه؟ ثلاث خمسات يا هايب. خد خد. اسمع اللي هقوله لك. انا نمت شويه وربنا كرمني، شفت المنام طلع كل الحقيقه. شفت ان احنا كلنا ببحر وناس لابسه لبس غريب ومش عارف من الناس دي كلها الا الوليه دي. بقول لها فين الريموت؟ كنت انا لابس برضو لبس زيها زي اللي في البحر. قالت لي الريموت تحت الكليم عندي اللاب. تحت الكليم عندي ايه؟ عندي اللاب. بس تعالي نمشي ورا بعض بقى. فين الكليم؟ ادي الكليم. تعالي هنا. تعالي يا هنا. فين اللاب بتاعك؟ فين اللاب؟ ادي اللاب. فين؟ ايوه وادي الكليم. طب نقلب كده. قلبي. الله اكبر. الريموت 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 بتاع امك اهو اهو. يهبل يهبل. امسك. الله يخرب بيوكو. اوعى يحصل لك حاجه في التلفزيون تبعت لي تاني. خدي ده مني. خدي خد في خلقتك. خدي مني ده مني. قرف. اوعي. سامع. يلا يا دنيا. يلا خد يا قرف. انت بتخونيني يا بنت. نبي يا اخي عشان تبطل تتفرج على قنوات المصارعه دي وتقعد معايا شويه. انت مالك؟ انت مالك تاخدي ريموت ماما ليه؟ تاخدي ريموت ماما ليه؟ بقول لك ايه؟ انا هطلعك بالتلاته. عايز اتفرج على الريموت لوحدي. امشي امشي. تعالي لي يا ماما. تعالي لي يا ماما حبيبتي. الحمد لله ماما جابت لي ريموت. الله يرحمك يا ماما. الله يرحمك. يا ناضج انت عارفه كويس قوي انا بحبك قد ايه، وعارفه كويس قوي انا مهما قابلت وشفت انت بالذات دونا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجه تانية. اسكت خالص يا سليم. انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا؟ تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ انت فاكر ايه؟ ده انا نازك السلاح دار اللي اتجوزت اكتر من صباح اتجوزت، وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا ناضج اهدي ارجوك. لسه شفت حاجه؟ يا اهل كده ولا كده؟ اقعدي كده ولا كده؟ ايه دي سكه السكه دي كده؟ مفيش زباين غير كل ايه؟ ايه المسخره دي هي؟ يا اهلا يا اهلا. اتفضلوا حضراتكم. هنا هنا ده بينه اهبل ولا عبيط؟
انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ سيبه سيبه، يعني الطربوش واللسه والشغل ده كله مش بمن ان انا عمده ولا ايه؟ اسمع يا علي، انا ادخل في اي مكان احب اقعد في اي حته انا بمزاجي اقعد فين، فهمت ولا لا؟ انا جاي عشان اقعد جنب الترابيزه الفوشيه اللي قاعده دهيا، شايف يا علي؟ شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي؟ وشايف هي زي حته الجبنه ازاي؟ لسه لسه شوف لنا حته نقعد فيها، يلا خلصنا. حاضر يا عمده، ده انت تؤمر يا عمده. ممكن اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ما الترابيزه ديت الوليه دي هي رافعه ايديها لوحدها كده وقاعده لوحدها، طب ما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه. ايوه يا عمده، بس ده قاعد معاها بني ادم. فين البني ادم؟ حته النبي شاف حد؟ الوليه قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها، انها مجنونه ولا ايه؟ حاج هي قاعده معاها حد؟ ايوه. سلم حول الله يا رب، لا حول الله، ربك بيخلق كتير. قفز يا ولي، حياتي النبي ما شفته، النبي ما شفته. سلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينه، انا هخلص معاك، انا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزه دي وتغرب من هنا؟ اخد كام واسيب الترابيزه؟ ايوه. هو انت شايفني رخيص للدرجه دي؟ ما تعمليش فيها شريف، اسمع الكلام. تاخد كام دلوقتي حتى انا اقدم، وتاخد البهيمه اللي معاك ديت وتقوم؟ انا ابويا وامي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ طب وكيد ابوك وامك ربوك على ايه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. املى عينيها يخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي. بقول لك يا عمده، أؤمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باك هكتب على اكتب على دي؟ انا هديك ورا ب 10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلها صح. هي خرصه ولا مالها من ببلمه ليه كده؟ يلا هات من هنا، يلا يلا. حقك يا عمده. كله الاول، كله الاول، هم نفسكم وحب. مع السلامه يا اختي. متشكر. السلام. يا متشكر. مع السلامه. ايه الناس دهي؟ اقعد يا ادم ليك، اقعد يا زفتن. والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفهم، عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل، لا هي تولع وانت قاعد على الكرسي جنبي. استغفر الله العظيم. تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده، علي صوتك فاهم. الرجاله البهايم دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. تاكلوا ايه يا جعانين يا بهايم؟ انا اكل ده كربات. ده كربات وانت قاعد عند عميتك؟ استنى، قاعد في كافيه يفهم ايه؟ انا هطلب لكم، مش هتفهموا حاجه. اسمع، هات لي الولا الاهبل ده، هو هات له اسمها ايه ده، هي سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت صوص ولا ريد صوص؟ استنى، ما اول مره يجي هنا تاخده وايت صوص ولا ريد صوص؟ ها؟ لا ما فيش، ماهاش، هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص. وهات له، تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولد دي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده هو؟ ايه دي؟ انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خلقتك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده، هي اللي خدتها انا من يومين، ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك. اكلك استروبري كيك، بس هتاكل ازاي بالعفنه والشنب والقرب ده هو؟ يا ما نفسي تولع وانت جنبي. يا النبي، لا شوطه، شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه مش شوطه صح؟ انا حاسس ان انا شوطه. نازك نظبت ده هي يا خرابي. طب وستك هتاكل ايه يا عمدي؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش، انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده، ان شاء الله يولع ان شاء الله. ما تمشي بقى انت ريخ واقف فاتح بقه واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظتش؟ قتله. تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب، انت مولود ازاي يا ابني بالكيش ده؟ مستحملاك في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للاستحضار، جاي للمبه عيله الاستحضار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه، انا ساعتها هجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي. قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ ياه، انت ايه يا سليمان، ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراك ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبه كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان. سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم، يبقى دي الحوار الدائر دلوقتي وقاعده معانا ست الناس الالمظايا ده هي، لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على سيدرك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى، بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمده. طبعا اتجننت، هو مين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه؟ مين بيشوفك وحواجبك ما تلعبش لوحديه؟ يا خبر اسود. تصدقي تصدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه؟ احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها. يعني عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري، انا بحب اللحظه دي، انا ضحيت باللحظه دي لاجل العيون دي.
أوالح. ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح مين مولعه؟ وبعدين انت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي داهيه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر؟ ايوه ست الكفر والفدادين والترعه والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارت ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارت انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. أنا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. بتجعي ليه؟ هيفيدك بإيه؟ اتغريتي في طربوش ولا البدلة اللي لابسي؟ هتعملي بيه إيه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين، اسمعي كلامي. فعلاً؟ إيه؟ شوف العصفورة اللي قدامك بيتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه. دي متعب وهتعينك في الصيف قوي بتخنق أهو، اسمعي كلامي. دي لو صيفت بيه يتقبض عليكوا على البلاج. دي هلبس مايوه دي؟ شوفيني أنا في المايوه، شوفيني وشوفي عودي، اسمعي كلامي. وبعدين انا بالنسبه للجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي ايه؟ روحي اشتري له 40 متر بقى عشان تسطري لحمه ده هو. اسمعي كلام، اسمعي كلام يا نازك، انت بتضحكي عليه بعد قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطه حلوه يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا. متر ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هانم. انتوا عاوزيننا نيجي عندكم هنا مره تانية ولا لا؟ ليه يا هانم؟ في حد زعل سيادتك ولا حاجه؟ الاستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقوله العمده زعلك يا هانم؟ هو سيادتك ما تعرفهمش ولا حاجه؟ بس يا ابني ايه الرغي ده هو؟ حياه النبي حياه العمده، قولي لي مره واحده سلامونتي وانا ام لك. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين، سلامونتي سلامونتي. عايزه تخين دي اسمح، والنبي لا تفرسيه وتقوليه. لا ده مش ناوي يجيبها البر بقى النهارده. يعني هتعمل ايه؟ ادينا قاعد ومش ناوي اجيبها البر. ورينا هتعمل ايه الطربوشك ده هو. قوم يا سلامونتي قوم بقى. والله انا كنت ناوي يعني اضرب العره اللي قاعد جنبك ده هو، بس انا هقوم وانكبس بمزاجي. احاسب لك يمكن الافندي اللي معاكي مفلس. ميرسي. تسلمي تسلمي. سلام عليكم يا واد يا ريخي. مع السلامه يا اخي. الله يسلمك. سلام عليكم يا ست الناس. وانت حسابك معايا. هي يا عمدي سابع ولا ضابع؟ ولا ده سؤال يا ولي. اكيد خلص معاه. خلصت معاه؟ هو انا من نقكم وشؤمكم عليا ونظره عينك المرعبه ده هي هكسب في حياتي ربع ساعه؟ ايه النحس ده هو؟ انا غلطان، انا غلطان اني جبتكم من زريبه الحلاليف وشغلتكم معايا. ايه يعني الوزه صارت؟ صارت طارت منين يا ولد؟ انا العمده، استنى عليها شويه.